شوف انا مهما عجبني سهم احيانا اسم السهم هو اللي يخليني اشرد، احيانا كده اكون بقلب شارد الله اكبر هذا مين ده الحلو ده، من يوم ما سبحان الله اقرا اسم السهم اقوم احيانا اضرب فراني. بس شوف والله انا اشوف هذا شارت نسيج، يعني بصراحه شارت نسيج انا عاجبني، يعني هذا اعتقد انه باقي له تكه ممكن يصير فيه انفجار حلو. شوفوا الان فين واقف، له اسابيع، شوف له اسابيع. الله يا ابو يحيى، الله يا ابو يحيى، شايف السقف هذا فين يروح؟ هذا السقف اذا اخترق ال 200 على الاسبوع 47.5، متوسط ال 100 على الاسبوع 52.30، اليوم سعره 46.90، يعني لو الشمع طمرت ال 200 وقفلت فوقها او خلال الجلسه اخترق القمه اللي قبلها حتشوف المنظر كده، وقف خسارته قريب. هو اهم شيء ما يغلق تحت الفيبو. شوف كم اسبوع دحين فوقها، 1 2 3 4 5، ونحن في الاسبوع السادس، شهر ونص. هذا بيخطط على ايش؟ يعني يتهيأ لي والله اعلم مبدئيا الفكره كده. اساسا لما نوصل هنا حنكون على اعتاب ايش؟ شفت المطب ده المكسور بالملي، والله 52 ريال ابو، يعني 10% ما فيها لا غبار عليها. بس تعرف ايش اللي ينغص عليك؟ اللي ينغص عليك انك لما تدخل في سهم زي ده يقوم يبدا يعطيك اشاره سلبيه بسيط. هي عاد انا هذه اللكلكه اللي ما احبها، يعني انا لو جيت بدي ادخل فيه مثلا، خلينا نشوف الفيبو الصحيح ده 56 55، 96 55، وعندنا هنا 30 30 30. طيب كم تطلع الفيبو بالضبط؟ يطلع الفيبو بالضبط عند 46 45 90، هو زايد ريال. يعني أنا لما أجي أشوف شمعة أسبوعية بكرة حتقفل تحت 46 ما أحب أقعد، أقول يا ريتني ما دخلت، ما عندي استعداد أنتظر. لكن إن دخلت وهو فوق 46 شرر، دائما أقول يا الله باقي ريال ونص، آه لو عداها وأغلق بكرة على الأسبوع فوقها. والله ممكن نسيج هذا يدق 52 زي سلام عليكم، وهذول من الشركات اللي عندها شوية تغبيرات أحيانا تغبر تغبيرة حلوة بسرعة. هذا نسيج